طلب الفنان احمد سالم مخرج فيلم الماضي المجهول من الفنان محمد فوزي انه يلحن اغنيتين للفنانة ليلى مراد بطلة الفيلم، هما اغنية انا قلبي خالي واغنية منايا في قربة. فوزي خد الكلمات وحطها في جيبه وقام عشان يمشي، فمنعه احمد سالم وقال له انه عايز يسجل الاغنيتين بكرة، واصر ان محمد فوزي يلحن الاغنيتين دلوقتي حالا. فرفض فوزي وقال له انا ماليش مزاج للتلحين دلوقتي، وتعهد المخرج احمد سالم انه يوفر له جو ويفتح شهيته للتلحين. فأحضر جهاز البيك أب وشغل له بعض الاسطوانات اللي بتشغل موسيقى هادية، وبعد دقايق قفل محمد فوزي البيك أب وراح واخد العود بتاعه ولحن أول أغنية في 5 دقايق، وهي أغنية أنا قلبي ذات الصفارة الشهيرة. وبعد 5 دقايق أخرى انتهى من تلحين أغنية منايا في قربك. بعدها مباشرة اتصل احمد سالم بانور وجدي وطلب منه ان هو ما يسافرش اسكندرية، انزعج قوي انور وجدي وقال له خير؟ قال له ليلى مراد هتسجل الاغنيتين بكرة، لان الفنان محمد فوزي لحن الاغنيتين في 10 دقايق. بعد كده تخصص محمد فوزي في تلحين جميع اغنيات ليلى مراد في جميع افلامها. دي كانت حكايتنا، شابو زمن الفن الجميل.